في مخالفات يعني جسيمة، يعني مثلا محطة صندوق الكهرباء، بوكس الكهرباء في بيت يخص البيت الثاني، مثلا الجراج مال السيارة فوقه حجرة نوم الجار. يعني مخالفات ما أعرف من مسؤول عنها، المطور هو شركة كابيتال، في فريق من هاي البيوتات يتابع القضية مع الشركة، ومع صار لسنين وما زالوا الأهالي يدفعوا ما يستحق عليهم أو ماخذين قروض صار لهم أكثر من 10 سنوات وهم يسكنون في هذه البيوت، وإلى الآن لم تصدر لهم وثائق بالرغم من انتهاء الأقساط. القضية وصلت الآن إلى هيئة التخطيط العمراني اللي هي الريرة، ووعدوهم أن القضية من ناحية قانونية أنها هي انتهت وبتصدر وثائق باسم المطور، والمطور ما نعرف شنو وضعه يعني الحين شركة كابيتال، والمفروض تصدر وثائق باسم ساكني البيوت أو أصحاب البيوت اللي دفعوا المبالغ اللي عليهم الكبيرة، واللي يعني عن طريق قروض وقيراط.